كلام كتير برضو مرة تانية على الصفقات ومش عارف مين مدافع وخلاص الأهلي قرب من فلان ويبتدي تمشي. كلنا نقعد نتكلم على لاعب مثلا سوري أو مصري ونمشي في الخط ده، ولما ما يجيش اللاعب ده حصل إخفاق والتعاقب. أنت اللي اخترعت الفكرة أساسا، أنت اللي اتكلمت على الفكرة، محدش قال لك إن الأهلي بيفوت حد ومحدش قال لك إن الأهلي جايب حد. أنت بنيت فكرة من دماغك ومشيت عليها، ولما ما تتحققهاش فبتقعد تقنع الناس إزاي اللعيب ده ما جاش. فده مش صح. في الكواليس كلام مع بعض اللاعبين، بأكد اللي فيه، والكلام الأكتر على لاعب مصر في مكان السردباك.